Donc, بالنسبة للسوليسيون بتاعنا اللي هي الموبيل ويب موبيل دونك لي زافونتاج با بيزوان دانستالاسيون مانيش باش نستالي ابليكاسيون ويب با بيزوان دو ميزا جور ا جيري لا سوفغارد سنتراليزي سور لو سيرفر مانيش نعمل سوفغارد معناتها على لاباري بتاعي البارتاج دانفورماسيون بلو سامبل اي بلو رابيد دونك هذه معناتها انفوغرافي عجبتني معناتها نلقاها في واحد السورس في البلوك نوفيل تكنولوجي بوان فير عطي كومباريزون معناتها وفير ميزور معناتها يل فا دوبيتي افيك اون فاز دو ريشيرش اول فاز هي باش يلوج على الابليكاسيون بتاعه هي شنو من بعد اذا كان ابليكاسيون ويب باش يعمل فاز دو ريشيرش ومن بعد ديريكت باش يستعمل الابليكاسيون بتاعه باش يحل السيت ويب وديريكت باش يستعمل الابليكاسيون بتاعه اذا كان ابليكاسيون تيب شنو المشاكل باش تعرض برشو اللي زي تاب اولا باش تعدل اللاب ستوب باش تعدل جوجل ماب اذا كان في الاكزومبل نتاعنا توا على اندرويد اندرويد ماكيت ولا نجم يمشي للاورانج ماكيت ولا بلوزيان ولا بلو بعد باش يعمل الداونلود نتاع الابليكاسيون باش يتيليشارجي الابليكاسيون هذه فما ورنينغ ينجم يكون تنجم تكون الابليكاسيون معناتها فيها فيروس مشكل هذه مشكلة الأولى من بعد في الانستالاسيون باش يعمل الانستالاسيون مشكلة نتاع ميموار في الابليكاسيون ويب لو سوفغارد سنتراليزي سور لو سيرفر في الابليكاسيون اللي باش يعمل هو انستالاسيون في الباريم بلان هذه مشكلة أخرى باهي بعد باش يعمل الابليكاسيون لو سيرفر فما بلوك هذه الابليكاسيون تتبلانتا تعاود تحل فما برشا مشاكل حاصلين بعد كيف كيف فما ابديت في النتيب باش يعطيك اذا كان الزوم ما يشم ريحة الانترنت ديريكت تعطيه راهو فما ميزاجور ولا فما ابديت فما كل في الويب ديريكت اذا كان فما ميزاجور السيرفر هو يتحكم في كل شيء فوالا حاجة أخرى زادة في ديزانستالاسيون ديزانستالاسيون فما ديزابليكاسيون ما يتوصفوا كان أون مود روت لازم الأبراي روتي معناها فما شيء باش ينجم ديزانستالاسيون توا أون مود أبليك دو لا ديتيكسيون دي موبيل أوفير أفيزيون فما كونفيغوراسيون الحكاية نجم كلهم دي موبيل معناتها نجم نبارتيل معناتها Le processus de détection des appareils qui viennent de se connecter au site web est en fait très utile pour notre cas. Car de cette façon, nous pouvons faire une redirection aux appareils mobiles à la version mobile, qui est plus adaptée bien sûr, du site web et de laisser les autres à se connecter normalement à la version 0.0. Par exemple, je connecte www.facebook.com. إذا كان من البي سي بتاعي ولا من السمارت فون ولا اللي هو إذا كان من البورتابل باش يعطيني ديريكت m.facebook.com أوركو ما كتبتش أنا m.facebook.com إيش معناها معناتها تحس اللي فما سكريبت معناتها هو اللي يشوف النوعية نتاع الأباري اللي تدخل للسيت هذاك من النوعية نتاع الأباري يعطيه هو السيت ويب أدابتي علاش هذا نسحقوله برشا علاش خاطر باش نعمل سيت ويب أدابتي للأباري بتاعي دونك نحب لي يوزر لي زوتيزاتور لي يستعملوا لاباري موبيل نحبهم ديريكت يمشوا لاباري السيت ويب ادابتي من غير ما يبقوا معناتها يكتبوا m.facebook مش عارف شنو باسكو تعمل فيديو فيرسيون معناتها تعمل فيرسيون وحده لا باش نسهل الخدمه معناتها باش نعطيه اون سول ادريس اللي هي facebook.com www.facebook.com الناس كل ما يعرفوش مثلا ام بوان مش تبقى يكتب ام بوان فيسبوك هاي ملي ديتكتي واحد جوست يحط سكريبت تنشوفوا اللي ديفيرون سكريبت معناتها تنشوفوا مع بعضنا جوست يحط سكريبت وهو ديريكت يعطي معناتها يعمل له ريديريكسيون فيرسيون واحدة لا فيرسيون واحدة وفما حكاية أخرى زادة ينجم هو يريد ريكتيه معناتها السيت ويب أدابتي ولا يعطيه معناتها سي اس اس خاصة به هو معناتها يتحكم وقتها بالسي اس اس موبيل اون جينيرال اذا كان موبيل اون جينيرال تنشوفوا من بعد هما ميثود تاع لي كويري ميديا كويري ميديا كون نحكي عليهم من بعد ميديا كويري كون نحكي عليهم
Les méthodes de détection des appareils mobiles sont nombreuses.